اهلا بيك البيت اللي انا كان اسمحي لي اعرفك بنفسي انا السيد في كونتوس كونتوس هورا على فكره جيتي في ميعادك بالظبط ايه ده هو انت كنت مستنيني جيت عشان كده بعتلك بوست عشان اجيب هو انا ينفع اسالك سؤال اتفضل انت ليه خليت بوست يجيبني هنا عشان احميكي من الرماديين دول بيدوروا عليكي في كل حته ده المكان الوحيد اللي هتكوني فيه في امان هما عايزين مني ايه؟ هو انا عملت لهم حاجه؟ انت خليتي واحد منهم يعترف لك بسرهم الكبير وخليتي الناس كلها تعرف بس غريب ده احنا جايين من وسط المدينه ولو كانوا بيدوروا علينا في حاجه كان زمانهم لقونا بسهوله ايه رايك يا بوست؟ كانوا يقدروا يمسكوها؟ لا طبعا بوست هو حارس المكان فهو يقدر يشوف اللي هيحصل في النص ساعه اللي جايه بس ما يقدرش يتحكم في اللي هيحصل وكده دفعتني ازاي ما دام هو مش هيعرف يغيره؟ يعني كنت مثلا شايف المواطنين جايين في السكه دي كنت باخد سكه تانيه شكلك تعرفهم كويس نعرفهم يعرفوني لكن عمرنا ما رحنا لهم هما اللي ساعات بيجوا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش محدش هيقدر يأذيكي طول ما انا معاكي وعلى العموم انا براقب وبراقب كل حاجه ليها علاقه بيهم النضارة دي تحب تشوفها؟ أنا مش شايفة حاجة شايفة كده كويس إيه ده؟ دول إيه رجالة المدينة؟ راكبين عربيات على أول المدينة وفي الناحية التانية الناس بيتكلموا مع بعض بعصبية دول بيتكلموا عنك هما ما يعرفوش إنك هربت منهم هما ليه الشغل الماضي كده؟ لانهم مش عايشين اصلا هما مش بني ادمين هما شبه البني ادمين دول بيتغذوا على زمن حياه الناس هما زمن حياه الناس بيموت الحياه كلها نجوم سعاده الارماض مش فاهمه يعني ايه هما ايه هما ولا حاجه في حاجه عشان كده لما ما بيلاقوش زمن يسرقوه يرجعوا للعدم اللي جم منه خلاص انا مش هخلي حد يسرق زماني عشان كده جبتك عندي وعايز اقول لك على سر تعرفي ان في بيت اللي مكان في حاره لم تكن بعد بيجي الزمن يعني انت اللي بتصنعه؟ لا طبعا لا طبعا انا بس بديل ووجبي ان اوزعه على كل انسان في الزمن المحدد طب ما انت كده بتقدر تحميه من الرجال الرماديين للاسف لا لان كل انسان مسؤول عن الزمن اللي مديهوله هو الوحيد اللي يقدر يدافع عنه أنا مهمتي إني أوزعه بس. إنسان بيموت زمنه بينتهي. أنت فاهمة كلامي؟ يتهيألي فاهم. اسمعيني كويس يا ماما. الناس لو عارفة إيه هو الموت مش هيخافوا مني. ولو ما خافوش مني محدش هيقدر يسمع زمن حد. أكيد. إيه ده؟ إيه الصندوق هناك ده؟ وفي إيه جواه؟ بعدين هتعرفي. دلوقتي لازم تنام طب لما انام هعرف كل اللي حصل ايوه هتعرف يلا